مش خايف وشه يبوظ زي ريهام سعيد. أول ما طلع قالوا عليه بيقلد عمرو دياب، ده حتى نفس صوته يا أخي، سبحان الله. أيوة عليكم نور، هو الفنان رامي صبري. لكن بيني وبينكم كده، الحركة الأخيرة اللي عملها دي صدمت ناس كتيرة منه. لكن يا ترى هو عمل إيه لكل ده؟ طلع رامي صبري مع الدكتور اللبناني نادر صعب، وكان مبسوط قوي وفرحان وهو بيعمل جلسات نضارة للبشرة عنده، ماشي زي الفل. لكن الغريب في كده، طبعا كلنا عارفين الخلافات اللي حصلت بين الإعلامية المصرية ريهام سعيد والدكتور نادر صعب، ده حتى طلعت في أكتر من لايف عندها على الإنستجرام وقالت إن هو بوظ وشها بعد ما عملت عنده عملية شد للوش، وكانت نتائجها مش قد كده لدرجة إنها بقت تتعالج عند دكتور نفساني بسبب إنها ما بقتش عايزة تخرج مع صحابها ولا قادرة حتى تبص لنفسها في المراية، جالها تروما من الآخر، وقالت إنها عايزة كل المصريين يقفوا معاها. طلبت من كل الناس تقف معاها علشان تعرف تاخد حقها من الدكتور ده، لكن غالباً رامي صبري ما خدش باله من اللي حصل، ولا هم وشه يبوظ ولا ما يبوظش، أهم حاجة الاهتمام بالنفس يا جماعة. طلع مع الدكتور نادر صعب في الفيديو وهو بيعمل له جلسات نضارة للبشرة. تفتكروا رامي صبري عنده حفلة جديدة ولا إيه؟ واللي اختار الدكتور نادر صعب تحديداً، ما في دكاترة جلدية شاطرين كتيرة في مصر. المهم أدينا مستنيين ريهام سعيد هتعلق على الموضوع ده إزاي، أصلها لحد دلوقتي لسه ما ردتش، لكن إحنا بنتوقع إنها أكيد هترد. لكن للأمانة الفنان رامي صبري من الناس المحترمة جداً في الوسط الفني، ملوش في القيل والقال ولا الكلام ده، ده حتى ظهوره في البرامج واللقاءات قليل قوي، مع انه مشهور وليه جمهور كبير، ومن صغره كان نفسه يبقى فنان مشهور، وسبحان الله جات له الفرصه لما قابل المخرج طارق العريان في 2005 واعجب جدا بموهبته وبصوته، ووقتها قرر يتبناه فنيا، انتج له اول البوم في حياته الفنيه كلها واللي كان اسمه حبيبي الاولاني. وقتها الالبوم كسر الدنيا حرفيا، وفي 2008 عمل تاني ألبوم ليه، رغم إن الدعاية بتاعته كانت قليلة شوية، لكن حقق مبيعات كبيرة جداً، ناس كتيرة عرفته خلاص وحبته، ومن ساعتها وهو في الطالة ما شاء الله، اسمه على كل لسان، لكن بالخير يعني. كلنا عارفين إن في أعداء كده للنجاح، بيحبوا يبوظوا اللحظات الحلوة على الواحد، وده فعلاً اللي حصل مع رامي صبري لما ناس كتير انتقدته وقالوا انه بيقلد الفنان عمرو دياب بسبب الشبه الكبير والواضح ما بينهم، لكن هو ما كانش بيرد بصراحة ولا ليه في المشاكل من يومه. لكن رأيكم ايه في اللي رامي صبري عمله ده؟ ما تنسوش تعملوا لنا متابعة علشان تعرفوا اخر الاخبار والترندات بكل صراحة.